إلى نقطة واحدة. وكورتي ثامسون حائط الصد أيضا. وهنا المنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي الآن يعادل النتيجة، يعادل النتيجة 19-19. هنا المنتخب الكوبي يعاني، يعاني بالفعل. المنتخب الكوبي هو في صدارة، كان يعني وصل إلى المباراة نصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية، لكن اليوم يعاني. وهذا هذا يعني أكبر دليل على معاناة المنتخب الكوبي. هذه اللقطة شوف، نقطة مباشرة، نقطة مباشرة. على فكرة سجلت كورتني ثامسون خمس نقاط متتالية، خمس نقاط من الإرسال، يعني مش من الإرسال، يعني هي بقت على الإرسال خمس نقاط، خمس نقاط فعل. يعني كان المنتخب متأخر بأربع نقاط، المنتخب الأمريكي هو يتقدم الآن بفارق نقطة، يعني خمس نقاط متتالية وهي في الإرسال كورتني ثامسون. المنتخب الأمريكي في المقدمة. شوف الكرة الأولى، حائط صد هنا والنقطة، الكرة في حائط الصد لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، والتعادل 20-20. لكن عاد المنتخب الأمريكي بعد أن كان متأخر أربع نقاط، أربع نقاط كان متأخر، أربع نقاط كان متأخر. الحين النتيجة 20-20. محاولة إسقاط صعبة هذه، نقطة تقدم الآن من جديد المنتخب الكوبي، تقدم من جديد المنتخب الكوبي، تقدم من جديد المنتخب الكوبي 21-20. عشرين كوبا، حلوة حلوة. ونقطة هذه تحسب لكورتني ثامسون. معدة المنتخب الأمريكي كيف أعادت الكرة كانت صعبة عليها، لكن قدرت أنها تعيد الكرة. هنا عودة أيضا اللاعبة باربوزا، شوف هذه تحسب للمعدة بالفعل الآن 22-21. بقاء فارق النقطة، ممكن أن نشوف نقاط إضافية في هذا الشوط إذا استمرت الأمور نقطة بنقطة. إرسال المنتخب الكوبي، صالح استقبال جميل. أوه هنا الكرة لا زالت في اللعب، لا زالت في اللعب. أيضا هنا فرصة للمنتخب الأمريكي، وأيضا تغطية من المنتخب الكوبي. يا السلام يا السلام يا السلام، المنتخب الكوبي الآن يوسع الفارق إلى نقطتين بعد فاصل جميل من الأداء من الجانبين. النقطة 23 للمنتخب الكوبي الآن. شوف هذه الكرة وهذا الضرب الساحق هنا لمصلحة المنتخب الكوبي 23-21. الإرسال المنتخب الكوبي تحديدا لينيس، حلوة حلوة. أيضا ليبرو 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 المنتخب الأمريكي في ثلاث كرات. نيكول ديفيز، نيكول ديفيز شوف شوف دايفينج، عملت دايفينج جميل جدا. وهنا نقطة للمنتخب الأمريكي 22-23. الإرسال الآن، الإرسال لشريستا، شريستا لعب على الإرسالات المضمونة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب والتعادل، إلى خارج الملعب والتعادل. بالفعل يعني المنتخب الكوبي يتقدم إلى فارق ثلاث نقاط، مرة إلى أربع نقاط، وأبدا أبدا ما يبغي ينهي هذا الشوط، ما يبغي ينهي هذا الشوط. تريستا تريستا هذه قوية، هذه من كينيا، قوية من كينيا. ونقطة هي نقطة الشوط الآن 24-23. شوف قوية في وجه اللاعب الأمريكي هذه الكرة 24. شوف سيت بوينت نقطة الشوط
ارسال خاطئ ابدا مش في وقته ابدا مش وقته من راتشيل سانشيز ابدا ارسال مش في وقته من سانشيز راشيل سانشيز اوغونا نانامي الان تشارك على الارسال هنا ماري سبايسر ارسالاته صعبه نوعا ما 24-24 نقطة الإضافية إذن في هذا الشوط نقطة الإضافية شوف رسالتها أنا الآن فرصة المنتخب الكوبي للتقدم حلوة هذه لازالت الكرة في اللعب فرصة للمنتخب الأمريكي سهلة هذه سهلة ونقطة للمنتخب الأمريكي نقطة للمنتخب الأمريكي بالفعل أداء جميل جدا للمنتخب الأمريكي في هذا في هذا اللقاء وفي هذه المباراة 25-24 25-24 ونقطة المباراة نقطة المباراة نقطة المباراة نشوف نقطة المباراة هنا الكرة لا زالت في اللعب دفاع قوي كان من المنتخب الأمريكي وهذه المرة في الملعب هذه المرة نقطة التعادل 25-25 شوط بالفعل شكل ضغط على اللاعبات الكوبيات شكل ضغط كبير على اللاعبات الكوبيات هذا الشوط اعتقد اذا فازوا بهذا الشوط لا امورهم بتتغير الامور بتتغير شوط مشكل ضغط على اللاعبات الكوبيات اوه حائط الصد هنا كيلر بلوك من المنتخب الكوبي والتقدم الان التقدم الان للمنتخب الكوبي شوف بشكل ناجح حائط فردي ناجح من اللاعب يليان نقطة الشوط 26 كوبا 25 الولايات المتحدة الامريكية ارسال ايضا شوف تركيز بالفعل شوط صعب بشكل ضغط على اللاعبات الكوبيات 26 باربوزا على الارسال هنا ايضا التقدم الجديد المنتخب الامريكي كينيا الان المنتخب الكوبي افضليه لان كينيا الان بتلعب في الخط الامامي كينيا لاعبه متميزه في الضرب الساحق اللاعبه كينيا هذه كينيا ارسال هجومي يا كرة هذه ميغان هوج ضرب ساحق هنا من المركز اربعة شكل قوي جدا ونقطة للمنتخب الامريكي تعادل من جديد 27-27 جينيفر تماس على الارسال الامريكي فرصة للمنتخب الامريكي الان صعبة هذه صعبة 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 فرصة للمنتخب الكوبي فرصة للمنتخب الكوبي الى خارج الملعب بالفعل ما لامست حائط الصد في الشبكة الى خارج الملعب والنقطة 28 للمنتخب الامريكي النقطة 28 الان للمنتخب الامريكي ونقطة المباراة نقطة المباراة نقطة المباراة شوف الارسال الى خارج الملعب اذن المنتخب الامريكي الى نهائي بطولة مونترو الى نهائي بطولة مونترو الدولية لكرة الطائرة للسيدات المنتخب الامريكي في مواجهة مرة أخرى مع المنتخب الصيني في نهاية هذه البطولة بعد مستوى جميل جدا المنتخب الأمريكي يعكس كل التوقعات وينهي المباراة